بنكبس على هاي القائمة، بنضل كابسين لحتى يطلع لنا مستطيل نختاره. نختار شكل مستطيل، بدنا نخلي مركز توازن بالنص مشان لما بدنا نحركه. نكبس كبسة اليمين ترانسفورم سنتر انشور بوينت. هلا بدنا نكرر هذا المستطيل نفسه وننزله لتحت. بنكبس كنترول دي دوبليكيت، بننزله لتحت. بدنا نغير لونه كمان للمستطيل الثاني، نكبس عليه على اليمين بكبسة اليمين افكت كولور كوركشن على التنت، او فينا نكبس بالكبسة اليمين من هون، او نختار من قائمة افكت كولور كوركشن تنت. هون بنساوي اللونين نفس بعض، مثلا بدنا زهري نكبس هيك، تغير لون فيديو، تغير لون اللاير. نكبس على اللاير اللي بدنا كمان نكرره كنترول دي، بنغير اللون من هون، نرجع نكبس كنترول دي، عفوا نكبس على اللاير كنترول دي، بنحرك لتحت، نرجع نكبس كنترول دي على اللاير، بتكرر عنا اللاير مرة تانية، نرجع نكبس كنترول دي، نغير هذا اللون، نساوي اخضر فاتح، نكبس اوكي، نغير هذا اللون كمان، بنساوي نهدي. هلا بدنا نختار المستطيل يجوا من على اليسار ومن على اليمين. نختار الفيديوهات كلها اللايرات كلها، نعمل لهم كنترول شيفت دي، نحذف اللايرات القديمة، هلا نختارهم كلياتهم مثل ما نختار ملفات. نكبس على البوزيشن بي وعلى الساعة، بنقدم شوي لقدام، بنقدم كي فريمات لقدام كلياتهم شوي شوي، بنرجع بنشتغل بنعيدها، نختار اللايرات كلياتهم مشان نساويها فرد مرة، بنكبس على الساعة، بنحرك الكي فريمات لقدام. هلا بنحرك كل لاير لحاله، هذا بنحركه على اليسار، اللي فوق بنحركه على اليمين، على اليسار، على اليمين، على اليسار، على اليمين، تمام. هلا بنشوف كيف اشتغلنا. تمام، بنخليها شوي لقدام، وإذا بدنا نغير الفيديو اللي وراها بنجيب فيديو جديد. نختار الفيديو جديد، وليكن هذا الفيديو، بنحطه من هون، وبنعمل الفيديو القديم كنترول شيفت دي، وبنحذفه للقطعة القديمة. بنشوف كيف هاد فيديو القديم هاد فيديو جديد. هلا بدنا نخلي هدول يرجعوا يتحركوا مثل ما اجوا. فينا نختار هدول كي فريمات مثل ما بنختار ملفات، نكبس عليهم هيك، نكبس كنترول سي، نرجع من هون نعمل كنترول في، لا ما سوى شوي، اول شيء بنختار اللايرات كلياتها من هون لهون، بنكبس على هاي النقطة، بنقدم شوي لقدام، نختار على هذا الكي فريم، فينا نعمل كنترول سي كنترول في، بيختفي. او فينا نحرك كل لاير لحال مثل ما بدنا نحنا. نرجع من عيدها،
نختار الليرات كلياتها، بنكبس على هاي النقطة، بنقدم لقدام شوي، وبنحرك كل مستطيل لحال، هذا على اليسار، يمين، يسار، يمين، يسار. بنكبر هذا الفيديو شوي مشان نشوف كيف راح يصير العرض، نشوف كيف صار الشغل. نرجع منك بس مسطرة، تمام. هلا نحن ليش بنكبس على هذا الزر؟ لو نحن